شو ما شاء الله، هاي في الممرات تحت الفندق. ها كله في حب الله، كل هالعرب وكل حد يفطر ناس، كل حد يفطر مجموعة. وأنا أمشي خطف على كذا سفرة، هاي سفرة فلان، سفرة فلان، سفرة فلان، سفرة فلان، اللي حاط سفر عن سفر أموال غير، أقول هاي سفرة منهم، لا ما يطرون، ما بسفرة مهم، ها عن أبوه ولا عن يده. ورقم كبير لقيت ما شاء الله من عندنا من الإمارات. اللي مخليني مستغرب لاني ما شديت رمضان في مكه ولا المدينه. انا عاده يوم اعتمر في الاشهر العاديه. اللواد تاخذ من السح الحد، ياخذون سح كيلو مثلا وتدخل في الحرم وتمشي وتجسم وانت تعطي. تمشي وتعطي عاده، لا دبي اللي قدامك. انت تمشي وتجسم عاده. انت هو يودك. حد من العرب يجسمون سح، حد يجسمون روب، حد يجسمون روتي، خبز، يعني كل إنسان وحل بكور. غير هذا الفطور الحين، وداخل عاد هالمدينة اللي يروح من هالمدينة روب ودقة وتمر وروتي. شيء ناس توزع وجبات، يعني اشوف بعد وجبات صغيرون عاد ما اقدر اشوف فيها، لكن ما ادري كم بخاري ولا شيء من هالقبيل، الله اعلم. ايوه سمبوسة وهذا. اوكي بارك الله فيك، شكرا. انا الكيلو اللي جبته امشي واجسم ها لين وصلت عندي انا. هاي طلع بديدي انا ثلاث بس وقف. هالعرب اللي من غير ما بدهم شيء ما باكر ذا الله راد بيجيب زياده. شوف هاي السفره اللي قلت لكم ما بدها شيء، شوف السفره اللي عدالها ها مريود السحوح والدنيا فيها ما شاء الله تبارك الرحمن. وما استوت الدنيا، ترى اللي ما عنده يعطي اللي عنده، واللي ما عنده ترى ما بمنقود ولا بعيد انه ياخذ من اللي عنده. من استوت الدنيا الناس الاساس، يقول لك الناس للناس، الناس للناس والكل بالله. الحمد لله على كل حال، حماسي باقي 10 دقائق عن الاذان. وكل حد على حسب مقدرته، يعني ما بلازم تجيب الدنيا كلها، حد يجيب قوطي روب، حد يجيب مكسرات، شوف مثلا مكسرات، حد يجيب مكسرات، حد يجيب مكسرات، حد روب، ولا انا عن طرفي انها صحيحات ثلاث فردات ما شاء الله. كم ابوي ترى باجي ساعه من الحين، باجي ساعه على الاذان. لا وانا شدت حق اللي عدالي والله صب لي قلاص ماء. شوف الرجال طالع لي مستعير. والله يا ابوك لو متواحد وياه ما بحصل. ركب الساعة شوفك. اي والله شو حصلتك؟ اسميني فرحت بشوفك. خاصة بهالمكان. علمني افداك يا ابو ديان، علمني افداك. سبحان الله لو متواعدين ما تلاقينا. اللهم لك الحمد. يا الله يطرح فيك البركة يا ابو نهيان، يخليك ان شاء الله. سبحانك يا رب. نهيان بعد يسوي شراتهم. ترى يعرف الضارين نحن شو نسوي. ضاري وحليله ولا ولي بعيالي وياي. انا ضاري في رمضان، انا ما شديت في رمضان، اول سنه بحياتي ارمض في خارج ابو ظبي، يعني اصلا خارج الدوله اول مره ارمض في ما شاء الله. دلاله ودنياه ها سندويشات بعد منقير جايبها لبنه وما ادري شو يقولون. ترى جاي هو فريجه كلهم كامل عنده اعتدال. انا من الساعه جاي الساعه 5 تحريت الساعه 6 يد المغرب سار عن بالي. ترى ابو يدن الساعة 7. اي والله ماشي باجي دقايق دقايق ان شاء الله باجي ابو يدن المغرب. ما شاء الله الحرم ما شاء الله.
شيء خير من هالمكان؟ الحمد لله رب. كل سنة وكل حول إن شاء الله يا ابن هيان. هاي نقول أمة لا إله إلا الله، هاي أمة لا إله إلا الله. معرض أسماء الله الحسنى جوار الحرم، مفتوح من 3 سنوات، بس حبيت أني أزوره. هذا المعرض يهدف إلى تعريف الناس بربهم، نتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه ومن خلال التفكر في خلقه. هذه المجموعة الشمسية، هذه الكرة الأرضية، خلف فوقها الشمس، الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. تفضل. مخلوقات كبيرة عظيمة، إن دلت فإنما تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. هذه الصورة لأبعد نقطة توصل لها الإنسان، هذه الصورة على بعد 156 بليون سنة ضوئية. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من. هذه القاعة الأولى من قاعات هذا المعرض المبارك، قاعة المحبة والحياة، أتكلم فيها كيف تقوى وتزداد محبة الله في القلوب. السبيل الأول من سبل زيادة محبة الله أن يتعرف العبد على ربه، يعيش في رحاب أسماء الله ثم يتفكر في خلق الله. هذه صورة للنملة، كبرت أكثر من 1000 مرة حتى نراها بهذا الشكل. أمامها قطرة ندى، ربنا تبارك وتعالى هو الذي رزقها هذا الرزق. الله عز وجل هو الستير الذي يستر عباده في الدنيا ويسترهم يوم القيامة، هو الحي الذي يستحي إذا رفع العبد إليه أن يردهما صفرا، رفيق يحب. الله عز وجل هو الخالق الخلاق، خلق هذا الجنين وصوره، أعطاه سمعا وبصرا وأطرافا، ما خلقه إلا لعبادته. هذه قاعة العرض البانورامي، نرى الرجل يقرأ القرآن، سنبتعد عنه تدريجيا كما نرى هذه المسافة التي تبعدنا عن هذا الرجل، سنصل لأبعد نقطة توصل لها الإنسان، 156 مليار سنة ضوئية. نتفكر في خلق الله، أين هذا الإنسان؟ ضعيف صغير، ربنا كبير، استحق أن يعبد. هذه القاعة الثانية قاعة الخوف والخشية، خوف الله هو الحاجز الذي يحجز الإنسان عن معصية الله، كلما ازداد خوف الله في قلبك ازددت ابتعادا عن معصية الله. مما يزيد خوف الله في قلب الإنسان أن يتعرف العبد على الله، الله عز وجل هو الديان الذي سيحاسب كل إنسان بما فعل. هذا تسونامي، عقاب الله للعصاة في الدنيا، عقاب الله لمن عصاه في الدنيا أليم وفي الآخرة شديد. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. لازلنا معكم يا إخوة في هذا المعرض المبارك، معرض أسماء الله الحسنى، وسندخل الآن إلى القاعة الثالثة، قاعة التعظيم والإجلال. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيمه. سنرى الآن في هذه القاعة يا إخوة أكبر وأعظم مخلوقات اكتشفها الإنسان في الدنيا، لعلها تكون معينة لنا أن نعظم الله عز وجل، فنقبل على الطاعة ونبتعد عن المعصية. هذا أكبر نجم اكتشفه الإنسان، اسمه في ويكينس، أكبر من الشمس 9 مليار مرة. هذه صورة الشمس مقارنة بهذا النجم. هذه النقطة الصغيرة هي الشمس التي هي أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. ربنا هو الذي خلق هذا الخلق، خالق عظيم. أسأل الله. ثلاثة. هذا الإنسان، صورة للإنسان البشري مقارنة بأكبر شجرة على وجه الأرض، شجرة الإسكويا في كاليفورنيا، طولها 115 متر، عرضها 8 أمتار، تعيش إلى 1800 سنة. ما شاء الله، سبحان الله. هذه المخلوقات العظيمة، هذه المخلوقات العظيمة تعظم ربها، قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أين أنت يا إنسان من تعظيم ربه؟ 3 علامات هي علامات تعظيم العبد لربه، أولها ألا تسأل ولا تدعو إلا الله، تفعل ما أمر الله، تبتعد عما حرم الله. هذه القاعة الأخيرة من قاعات هذا المعرض المبارك، قاعة الوداع، فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أي عظم الله، الجزاء أن الله عز وجل يحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، أي عظم الله، تجد الله عز وجل معك، وإذا كان الله معك لن تضيع أبدا. فأسأل الله أن يرزقنا ويبني تعظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من استعان بالله أعانه، وفقه الله وسدده ورشده في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته.
هذه العلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من العمل بأسماء الله عز وجل أن تدعو الله عز وجل بها وأن تتخلق بها. شيخ نور الدين بارك الله فيك، مشكور، جزاك الله كل خير، تشرفت والله بهذه الزيارة الجميلة في هذا الوقت المبارك، جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا، الله يبارك فيكم، جزاك الله خيرا. الآن بتروحوا معرض القرآن الكريم. نعم. خليكم معنا، ترون أكبر مصحف على وجه الأرض، أقدم مصحف كذلك، نسخة من مصحف عثمان رضي الله عنه. بارك الله. الآن في الطريق الشيخ. حياكم الله إخواني، أخوكم طارق يوسف سليمان، مرشد اللغة العربية بمعرض القرآن الكريم بالمدينة المنورة. مرحبا بك، مرحبا. ومعكم هذا المعرض بهذا الجزء من ستارة الكعبة المشرفة، كتبها الخطاط عبد الله الزهدي بخطه الجميل بأسلاك الذهب والفضة رحمه الله تعالى. كتب في وسطها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعرض افتتح قبل تقريبا سنة ونصف هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتوي على 12 قاعة، في داخله مصاحف مخطوطة قديمة للكتاب، كما أنه يحتوي على شاشات تفاعلية يستطيع الزائر أن يتعرف على كتاب الله عز وجل، على فضائله، على أسمائه، أوصافه، يعلق قلبه بالقرآن. هذه اللوحة كتب أحد سلاطين الدولة العثمانية اسمه السلطان محمود بن عبد الحميد، كتبها بخطه الجميل بالذهب. الله ولي التوفيق. أخواني الكرام، نقف أمام هذه النسخة من القرآن الكريم، نسبت إلى زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت بالخط الكوفي بدون نقط ولا تشكيل. هنا معكم خطاط معرض القرآن الكريم الأستاذ هاني الطويل، يقوم بكتابة آيات الله سبحانه وتعالى بخطه الجميل كما ترون أمامكم. هذه القاعة الأولى من المخطوطات في معرض القرآن الكريم، كتبت في أزمنة وعصور مختلفة، بعضها وصل إلى 10 قرون تقريبا عمره. عندنا هذا المصحف تقريبا عمره 888 سنة، كتب بخط النسخ والثلث، بخط جميل كتبت. هذا المصحف عمره 150 سنة، كتبه صاحبه القرآن الكريم في 63 صفحة بمعدل نصف جزء في الصفحة الواحدة. هذا من المصاحف المميزة، يعتبر أقدم مصحف عندنا في هذا المعرض، عمره 950 سنة، كتب بالخط المغربي. هذه الهدية اللي أهدانا إياها الخطاط، جزاه الله خير، ما شاء الله عليه، خطة جميل في منتهى الروعة، الله يطرح فيه البركة. هذا المصحف الكبير الحجم عمره 200 سنة، كتبه خطاط من أفغانستان اسمه غلام محي الدين. ما شاء الله ما شاء الله، كم وزنه؟ وزنه 154 كيلو جرام، عدد أوراقه أكثر من 800 ورقة، كلها كتبت بهذا الخط الجميل، وهذه الزخارف في كل ورقة. هذا المصحف يعتبر من أكبر وأقدم المصاحف في العالم، جمع بين صفتي القدم والحجم الكبير. سبحان الله. أي نعم. هذه بعد. أيضا هذه مجموعة من المصاحف المخطوطة القديمة لكتاب الله عز وجل، منوعة في حجمها، في خطها، في لونها، في زخرفتها. تفضل. طبعا إخواني، هنا ما يجمع هذه المخطوطات أن غالبها إما كتب بالذهب أو زخرف بالذهب، تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا المصحف مزخرف كاملا بالذهب، كل ما ترونه أمامكم هو عبارة عن ذهب أو ماء الذهب، حتى أن كاتب هذا المصحف كتب لفظ الجلالة الله من بداية المصحف إلى نهايته بالذهب، تعظيما لاسم الله الأعظم الله. سبحان الله. دكتور طارق، عندنا هذه الخزانة أهدتها امرأة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 110 سنوات، تحفر فيها المصاحف. المرأة اسمها أمينة هاني، زوجة خديو مصر، خديو توفيق، أهدتها قبل 110 سنوات لتحفظ فيها مصاحف المسجد النبوي الشريف، خدمة مقطع فيديو بسيط يتحدث عن حال الناس قبل نزول القرآن الكريم وكيف تغيرت حالهم وأحوالهم بعد نزول هذا النور، هذا القرآن. وتستمر الأطوال
يمكن بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناه النبي بيديه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشاشة عبارة عن شاشة تفاعلية تبين التطبيقات المتعلقة بالقرآن الكريم، يستطيع الزائر أن يحملها عبر الباركود الموجود. هذا إعلان لمن عنده مصاحف مخطوطة قديمة لكتاب الله عز وجل، كتبت قديمة قبل مئات السنين، بإمكانه أن يهديها للمعرض ويكون له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كل من يأتي إلى هذا المعرض ويزوره ويرى هذه المخطوطات يكتب في سجل حسنات. هنا جهود مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم، تقريبا أكثر من 60 لغة طبع القرآن الكريم في هذا المجمع المبارك. دكتور طارق بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، الله على هالمعلومات القيمة، يعني في ميزان الحسنات. جزاك الله خيرا وبارك فيك، والسلام عليكم. اللهم لك الحمد، خلصنا زيارتين، أول بادي متحف أسماء الله الحسنى، عقب متحف القرآن الكريم. الحمد لله. للي يبحث عن السكينة والراحة النفسية والروحانيات عليه بزيارة هالمكان، ولا شيء في الدنيا. أول مرة بحياتي أزور المدينة في رمضان، عادة في الأشهر العادية، لكن الراحة اللي موجودة فيها، الراحة اللي توجد في هالمدينة، ترى اسمها طيبة، فأكيد هي وهلها كلهم ناس طيبين. دام موجود فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف يعني ما بتكون طيبة؟ أكيد بتكون طيبة وبتكون زين، وهلها بعد بيكون زين. أغلبية الزوار ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي أنا شفت بشوف العين يعني على حسب خبرتي، مغاربة وباكستانيين ومصريين. أبدأ وانت تتمشى، ما زمزم من برد برد يسلم على الشب، وانت تشرب تمشي وتدردع. يا جماعة الخير، يا زيارة هالمكان ينهى سلي القلب من كل شيء في الدنيا العودة، عن كل شيء، تمسح على قلبك وعلى فادك وعلى كل مشاعرك، تحس بطمأنين وهدوء وسكينة ما توجد في أي مكان في الدنيا. هذه روحها نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم بها على عباده. زيارة هالمكان تسلي الخاطر، وجودك في هالمكان الطاهر تحس بشيء غريب، كأنك توك مولود، كأنك ما شيء مضى من حياتك، ما شيء مضى أبدا. كل ما صورت لكم قبل دور مدار الحرم كله فنادق وأغلبية يعني زينات، لكن هذا مثلا يمدحونها أكثر، يمكن لأني أنا في طنكر. لا بد ولا عذر، هذا من المدخل عدل، المدخل الجانبي. السلام عليكم، صورتك ترى أنا ما عليه، يا رك الله يجزاك الله خير. هذا لو بيفندقنا عادة، ترى أقول لكم لا بد ولا عذر من الضحك والسوالف، أنا أبو كان ما ضحكت وسولفت بيننا زين، بين والله لو ما ضحكت وسولفت بين. بد أبوي الحياة هذا فيها حياة وفيها الممات وفيها حد يسير وحد يجي، وين أبهاتنا وين يدودنا وين مشايخنا وين معازيبنا وين صدقاننا، كل حد ساير أبوي وحد جاي، حد ساير وحد جاي، والدنيا مطرجة، لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. شو يعني واحد يتمشي داد بن عاد؟ أولاد ما يبوي، هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، يشوف أنت كم قوة، كم بتصبر، كم بتتحمل. شو يعني خلاص خلصت الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى أبوي ما يأخذ إلا اللي يحبه، واللي ما أخذنه رب العالمين ما أخذنه، ما بيدي حيله، ما بيلس أقزر حياتي أصيح وباغم ربي لي خالجني، معلوم الفراق صعب، لكن شو بسوي الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى اللي مختارنا، دام الله عاطني قوة والله عاطني خير بتصدق عنه وبحجج وبعتمر عنه كل شيء بسوي عنه وعن موت، أنا موت المسلمين أجمع. بتسويه أنت يا الإنسان يا الحي، الحي أبقى عن الميت، فالحي يقدر يتبع الميت بأصدقه وأنك تترحم رب العالمين. يوم يقولك الحي أبقى عن الميت معلوم، لأنك أنت حين امتداد الشخص هاك اللي يتوفى، كان أبو ولا أخو أخت ولا خالة ولا أم، تتبع بالأصدقاء وتتغفر له وتترحم على روحه وكل شيء، وايد الأشياء البنادم يقدر يسويها تلحق الميت. نعم مدامك أبوي حي تقدر أبوي تسوي أشياء وايد تلحق الميت
الفضل والثواب. انت الحي تلحج الميت اللي يقولوا لي والله انت قلبك قوي. هي نعم اكيد قلبي قوي، انا ابوي ايماني قوي، انا ايماني والله سبحانه وتعالى مخلي القوه فيه، ولا ما حد قلبه ما الدنيا العود ما حد قلبه ما يعور على ظناه. يا غير الفراق صعب، لكن الحمد لله رب العالمين، انت تدعي ان الله رب العالمين يمسح على قلبك. اطلب من الله سبحانه وتعالى ان الله يقويك على فراق. هذه قطع من شب، قطع منك يا الانسان وفارج تمك، كيف ما بتحزن عليه؟ تحزن يا غير لا حول ولا قوه الا بالله. هذا البوفي عاده اول باقي المغرب على ما تشوفون هالنمونه مريود الدنيا كلها تبعه الفطور والسحور. والله يا ابو كل الكولات اللي فيه موجوده الدنيا كلها، ما شيء اكل في الدنيا العوده ما موجوده، كل شيء الطبابيخهم. ها روح ما شاء الله تبارك الرحمن الحلويات. شوف اقول دنيا دنيا ودي. ها فرجان قوم الكون فليكس، كم نمونه بنمونه، ما شيء اقول لكم في الدنيا ما محطوط، مريوده الدنيا رياض. شيء بالعظمة، شيء تول تول، شيء والله يا ابوك مريودة الدنيا رياض، شيء يعرف وشيء ما يعرف. مسؤول مالهم التحر حد قال له خليتهم ابوي ياكلون بيعطونك جائزة، يعني لس لي يعني شرح لي عن كل شيء بالدقيق ابدا. قال اللي تبى بس حتى اللي ما بموجود بخدمكم اياه، عباره يعتبر من البوفيه يعني وحليله. فهذه الحين تقريبا بتكون وجبه السحور اذا الله جعلنا من الحيين. فطلبنا اشياء خفيفه، ما ادري والله فول، ما فول ما ادراك ما زين، حطوها بشرف وغرف ما يازت عن طرارته. انا ابوي بودر الفول والفلافل، ما روم نصبر عن كيل الفول ولا انت الفلافل، صبر جميل بالله. قدرت الدنيا هذه كلها، كلها الدنيا ها، كلها الدنيا ها، الصوالين واللحوم ها كل شيء. رحت ابوي حق فول وفلافل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إذا لجعلنا من الحيين، من أخلص مصلي الظهر بسير معرض اسمه معرض الحرمين. معرض الحرمين هذا معرض الحرمين يبين لك مراحل تطور المسجد النبوي الشريف من وقت ما تأسس، أسس الرسول صلى الله عليه وسلم، من وقت شراء الأرض. وإن شاء الله إن الله يقدرني أني أقدر أنقل لكم اللي أقدر أنقله قيس معرفتي يعني، وكل شيء على الله توافج عند الله سبحانه. هذا انا الحين يا ساتر يا ام محمد وين بعرفها في نص هالحريم كلهن لابسات اسود، وهي من جملتها روحها شغله. والجماعه اللي مقدمين لي الدعوه يتريوني هناك عند باب المعرض، يلا الله يحفظهم، جزاهم الله خير والله على هالدعوه، وحتى المعارض الباحيات الاثنين بعد جزاهم الله خير، والله كل الخير بارك الله فيهم اللي الباحي مقدمين لي بعد دعوه حق المعارض الاثنين الباحيات، والله حتى اسمهم ما عرفتهم، وكيف عرفوا رقم تليفوني ورقم غرفتي الحريم اختفى ولا شفت تبينها، عشان ما اختفت ابوي خطفت مسمرة الطرف هذاك. اي نعم اكيد سمرت هنا يا ابو حب، هي طلعت المسمرة، انا المسمر ترياني ابوي هي عند الباب مال المعرض، وانا اللي تاخر، هي جدمت وانا اللي تاخر ترني. استاذ فايز الفايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت مدير معرض الحرمين الشريفين. شو تقدر تفيد الناس فيه؟ معرض الحرمين بدأ معرض الحرمين تأسيسه 2003 تقريبا. فالمعرض محتوى على قاعتين، القاعة الأولى بعض الصور تحدث عن المشروع توسعة الملك فهد، توسع بعد التوسعة نعم. وتطور المسجد. القاعة الثانية فيلم وثائقي مدة 20 دقيقة نعم نعم. تفضل. الصور هذه أخذت 1405 هجري تقريبا، معروض حجر الأساس بالميلادي شو 1985 ميلادي.
للمتابعين اللي امس انا اصور لهم وين الفندق اللي فندق البروي اللي جه هذاك فندق بروي وهذا الحرم هذا الحرم شوف هذا المسجد النبوي نلاحظ الصوره هذه اخذت 1985 ميلادي نلاحظ من المسجد بالشكل المسجد كان تاسيسه مساحته 16500 متر مربع بالصوره هذه لكن حاليا الان زاد 5 اضعاف المساحه 5 اضعاف 98500 متر مربع ما شاء الله هذا سابقا وهذا حاليا جديد الان بالنسبه حاليا الان مساحه داخليا 98500 متر مربع ما شاء الله السطح 67000 متر مربع الساحات الخارجيه هي المدينه في عهد الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام الساحات الخارجيه 235000 متر مربع ما شاء الله تبارك الرحمن بدايه نبدا بتاسيس تأسيس المسجد كانت مساحته 1050 متر مربع 30x35 متر مربع فطبعا بعد ذلك هو أول من وسع المسجد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين زاد مساحة 1450 متر مربع التوسع الثاني في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت 1100 متر مربع ما شاء الله في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان هناك توسعة زيادة 496 متر مربع عهد الخلافة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان هناك توسعة زيادة حوالي 2369 متر مربع العباسي المهدي كان هناك توسعة 2450 متر مربع 2450 متر مربع في العهد المملوكي في عهد السلطان النصر أشرف قايت ماي كان زيادة مساحة 120 متر مربع 120 متر مربع كان هناك توسعة تقريبا في عهد السلطان عبد المجيد 1293 متر مربع ما شاء الله عهد السعودي كانت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وكانت في عام 1370 وتمها الملك سعود رحمه الله عام 1375 تقريبا 6000 متر مربع هذه الزيادة في هذاك الآن نعم زيادة في عهد الملك السعود في التوسعة السعودية الأولى التوسعة السعودية الأولى 6000 متر مربع فيصل كان في عام 1393 هجرية يعني 1973 ميلادي فكانت زيادة مساحة 40000 متر مربع في عهد خالد رحمه الله كان هناك توسعة زيادة تقريبا حوالي 43000 متر مربع ما شاء الله وفي عهد الملك فهد رحمه الله كان زيادة رحمه الله كان زيادة مساحة 82500 متر مربع في عهد الملك عبد الله رحمه الله كان هناك زيادة مساحة التوسعة الأولى 30500 متر مربع ما شاء الله نعم فالتوسعة الثانية للملك عبد الله رحمه الله وهي تسمى التوسعة السعودية الثالثة 120000 متر مربع بدأوا الآن التوسعة من الجهة الشرقية ثم الغربية ثم الشمالية هذه بالنسبة للتوسعات المسجد النبوي إلى وقتنا الحاضر تخطيط للحجرة النبوية كثير من الزوار يسأل عن الحجرة النبوية وضع الحجرة من الداخل يسمع أنه الملك فلان دخل الحجرة هذه كلها غير صحيحة دخولهم داخل الشبك فقط الداخل لم يدخل بينهم بين القبر النبوي جدارين مغلقة لا يمكن رؤية القبر النبوي الشريف بتاتا من أي شخص كان يعني الكلام اللي يقال كله مش صحيح كله غير صحيح الحقيقة جزاك أي زائر يدخل من باب السلام الرجال ثم يقف أمام المواجهة الشريفة الشبك ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم عمر رضي الله عنه فيخرج من باب البقيع أمامه هذا الشبك اللي موجود الآن حاليا الشبك هذا كان قبله شبك من الخشب الشبك الخشبي هو ركن الدين الظاهر بيبرس في عام 668 هجرية لأنه حضر زائر من مصر للمدينة فكانت الناس تسلم من الجدار الداخلي المغطى الآن بالستارة الخضراء من الداخل هنا. هذا الجدار طبعا احنا نتحدث عنه فوجد مخالفات شرعية ركن الدين الظاهر بيبرس شبك خشب ترى بزين له ثلاثة أبواب ارتفاعه 3 متر جزاه الله معي؟ فبقي الشبك الخشبي هذا إلى حدوث الحريق الثاني للمسجد النبوي الحريق الثاني في 13 رمضان 886 هجرية بالميلادي تقريبا 1485 ميلادي تقريبا فطبعا فبقي الشبك الخشبي وحصل الحريق هذا في 886 هجرية وصنع الشبكي اللي موجود الآن حالياً في مصر في 887 هجرية في
في عهد السلطان النصر عشر قايت باي، وأرسل إلى المدينة وضع في 888 هجرية إلى وقتنا الحاضر. مكتوب التاريخ بالأمام ومن الخلف. سبحان الله. نعم، أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف 888 1483 ميلادي. ما شاء الله. نعم، فأمامك توجد لوحة فضية إذا وقفت أمام المواجهة الشريفة. اللوحة الفضية أهديت من أحد الحكام العثمانيين عام 1026 هجرية. نعم. هذه اللوحة مكتوب فيها بداية: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، مبشرا ونذيرا، ثم اسم السلطان واسم والده إلى جده السادس. موجود لين؟ موجود الآن لوحة فضية أمامك في أمام المواجهة. من كم سنة هذا الموضوع؟ يعني اللوحة هذه لها تقريبا 500 سنة حدودا. سبحان الله. فطبعا هذه بالنسبة للشبك، هذا له باب. نعم. هذا الباب يسمى باب السيدة فاطمة رضي الله عنها. إذا جاء رئيس دولة، ملك، مسؤول، يفتح له هذا الباب. نعم. من قبل الرئاسة العامة شو المسجد الحرام ليلا، دخوله ليلا، يغلق الموقع كامل ويدخل رئيس الدولة داخل الشبك من هنا، ثم يأتي من الباب الآخر هذا، ثم يقف أمام الستارة الخضراء من الداخل. نعم. يسلم من أمام الستارة الخضراء. نعم. ثم يرجع مرة أخرى ويخرج من نفس الطريق، لأنه من الجهة الشرقية مغلق حتى لا يصير فيه طواف من الداخل. سبحان الله. نعم. أنت تسلم من الخارج كزائر. نعم. وهو رئيس الدولة يسلم من الداخل، هو لا يرى شيء، بينه وبين القبر النبوي جدارين مغلقة. اللهم الجدار الأول هذا المغطى بالستارة هو عمر بن عبد العزيز. نعم. رحمه الله، عام 90 هجرية. نعم. هذا الجدار مغلق ليس له باب. هذا الجدار ارتفاعه 6 أمتار ونصف. الشكل. نعم. متساوي من القبلة والغرب والشرق ومن حلم الشمال الشرقي والشمال الغربي، وآتي على شكل رأس مثلث وضعه عمر بن عبد العزيز حتى لا يتخذ القبر قبلة ولا يكون الشكل شكل كعبة. نعم. بعدا عن المحظور الشرعي. سبحان. داخل هذا الجدار موجودة حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. رضي الله. الحجرة مساحتها 3.5 متر. هذا الجدار 7 أذرع ب10 أذرع، 3.5 × 5 متر. حجرة مساحتها 3.5 متر ب5 متر، مغلقة ليس لها باب. أيضا عاد بناء عمر بن عبد وأغلقها من جميع الجهات. نعم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وارتفاعه 3 متر، فأصبح بينك وبين القبر النبوي جدارين مغلقة ليس لها باب. سبحان الله. نعم. قدمه بالشكل هذا. نعم. الوجه الشريف عليه الصلاة والسلام جهة القبلة. نعم. والرأس الشريف عليه الصلاة والسلام جهة الروضة. سبحان. والقدمين الشريفتين عليه الصلاة والسلام جهة البقيع. كتفي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وثم من عند كتف أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء القبور متدرجة. شيخ دخوله داخل الشبك فقط لا غير. نعم. أما أنه رؤية القبر لا يستطيع. ما السبب؟ لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استجاب الله لدعائه حينما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن فضل الله سبحانه وتعالى القبر النبوي الشريف أمام الناس. ما الذي سوف يحدث؟ حتصير مصائب عظيمة. أكيد جدا. أكيد أكيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله لدعائه حينما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لك الحمد. فالله حماه سبحانه وتعالى بجدارين مغلقة، قال في القرآن الكريم: والله يعصمك من الناس. اللهم لك الحمد. فأنت تسلم بكل أدب واحترام وتنصرف، لكن لو كان القبر أمام الناس ممكن خلال يوم يومين القبر أكيد. أي نعم. وحتجد الرجال فوق النساء وحتشوف مصائب لا يعلم فيها إلا الله سبحانه. فالله حماه بجدارين والثالث الشبك. فالناس بكل أدب واحترام وتنصرف، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله هيئ هذه الدولة المباركة لخدمة هذا المكان. اللهم المبارك. لأنه لو مبارك والمكان الشريف هذا عند غير هذه الدولة حتشوف دخل اقتصادي أكثر من البترول. أكيد هذا. نعم. أكيد. ولكن الله حماه بفضل الله ثم فضل هذه الدولة. تسلم بكل أدب واحترام وتنصرف. لا يوجد المخالفات الشرعية الموجودة عند القبور خارج المملكة. أنت تأتي تسلم بكل أدب واحترام وتنصرف. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم جزاك الله كل خير. الله والله يرحم والديك. جزاك الله كل خير. أقدم مئذنة عندنا بالمسجد اللي فوق باب السلام. نعم. هذا من 706 هجرية. ما شاء الله. نعم. القبة الخضراء والمنارة اللي جوارها من القبة الخضراء والمنارة اللي جوارها من 892 هجرية. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. لونت القبة باللون الأخضر 1253 هجرية. في اختيار اللون الأخضر. الله أعلم. الله أعلم. قد يكون عندهم معتقد الله أعلم. لكن القبة كان لونها أزرق فاتح. سبحان الله. نعم. اللون الأخضر. 1253 هجرية. سبحان الله. نعم. معنا عن قصة أخذ الجسد النبوي الشريف. هل هذا صحيح؟ قصة غير صحيحة.
قصة باطلة. سبحان الله. بداية القصة من سردها شخص اسمه جمال الدين محمد بن أحمد المطري. نعم. في كتابه التعريف بمأنسة الهجرة في معالم دار الهجرة. حدثت بأنه الشهيد نور الدين زنكي وحدثت في تقريبا 557 هجرية. نعم. ونور الدين زنكي توفي في 569 هجرية. نعم. وهذا الشخص الذي سرد القصة هذه توفي في 741 هجرية. نعم. فبينه وبين نور الدين زنكي تقريبا 162. فالقصة أنه نور الدين زنكي رأى رؤيا بالمنام ثلاث مرات يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينقذه من رجلين. الرجلين بالمنام. فحضر فاستشار مستشاري قالوا له تذهب إلى المدينة تعطي أهل المدينة العطيات والصدقات لعلك تشاهد الرجلين. إلى المدينة وأنه حضر بمحمل بأكثر من 1000 من المحمل وأنه دخل عن غفلة بأهله. نعم. فأول بداية أنه القصة غير صحيحة بأكثر من 1000 محمل وهذه بغفلة عنها المدينة صعب هذا والمدينة كانت صغيرة في ذاك الوقت. نعم. ثانيا أنه جلس بالمسجد. نعم. كيف يكون هذا؟ ثالثا أن الرجل بالقصة لم يورد هناك أنه وضع نور الدين زنكي ولم يحرق الرجلين ولكن زيدت بهذه القصة بعد ذلك من المؤرخين السابقين. سبحان الله. ولكن القصة بدايتها قصة يعني كانوا موجودين مؤرخين فطاحل في عهد نور الدين زنكي وكانوا موجودين مع نور الدين زنكي في الشام. نعم. ومنهم اللي هو ابن عساكر تاريخ دمشق تاريخ الشام. نعم. هو لم يكن يريد أن يكمل كتابه ولكن أصر عليه نور الدين زنكي رحمه الله بأن يكمل كتابه. نعم. هذه القصة بتاتا في كتابه وهو سرد تاريخ نور الدين زنكي كامل إلا هذه القصة لم تذكر. وابن عساكر توفي بعد نور الدين زنكي بثلاث سنوات تقريبا 572 هجرية. نعم. ثم ابن المنقذ كانوا موجودين في موجودين لم يذكروا هذه القصة. ثم العماد وهو كاتب في ديوان نور الدين زنكي. نعم. ذكر عن تاريخ نور الدين زنكي ولم يذكر هذه القصة. نعم. ثم نور الدين زنكي رحمه الله خلال حكمه المدينة ولم يأتي المدينة بتاتا. الذي حضر هو قائد جيشه واستقبله نور الدين زنكي حينما حضر من الحج. نعم. فهذه بالنسبة أيضا أتوا بعد جمال الدين المطري مثل صاحب كتاب سير أعلام النبلاء وهو الذهبي رحمه الله. بعد جمال الدين المطري هذا لم يذكر كتب عن تاريخ نور الدين زنكي ولم يذكر هذه القصة وهو توفي في 748. صاحب كتاب وفاء الوفاء. نعم. اللي هو السمهودي رحمه. نعم. الله يتعجب ذكر هذه القصة ولكن يتعجب السمهودي يقول أنا أتعجب هذه القصة لنا ولم تصل للمؤرخين الفطاحل الكبار الله. الذين كانوا موجودين مع نور الدين زنكي وكانوا يعاصرون نور الدين زنكي. نعم. ثم زادوا بالقصة الرصاص ولم يذكر في أصل القصة جدار رصاص ولم يذكر أنه صب رصاص ثم ذكروا أنه أعدم الرجلين وحرق الرجلين. نعم. ولم يذكر بالقصة أنه أحرق الرجلين وحرق الرجلين شرعا لا يجوز. سبحان الله. نعم. فكذلك البرزنجي رحمه الله كتاب نزهة الناظرين أيضا ذكر هذه القصة وهي طبعا لم يتأكد من صحتها ولم يبحث في صحة هذه القصة غير موجودة ومختلقة وكلها كذب ودجل. سبحانك. نعم. يا رب اللهم لك الحمد. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. الصور تحكي عن رسائل النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. فلاحظ الرسائل هذه للمقوقص عظيم القبط. نعم. في مصر ملك الفرس. نعم. وهذا الختم النبوي الشريف اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام مكبر وهو بالشكل هذا يأتي بالشكل هذا. نستفيد نحن من هالرسائل كمان. الرسائل نستفيد من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين. اللهم صل. نعم. كان ينزل الناس منازلها. فلاحظ هنا ماذا كتب لي كسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. نعم. لم يقل كلب فارس ولم يقل حيوان فارس. سبحان. فكان ينزل الناس أن نقرأ السيرة النبوية ونقتدي به عليه الصلاة والسلام وننزل الناس منازلها ونخاطب الناس بالأدب والاحترام. اللهم لك الحمد. القبابة المتحركة عندنا 27 قبة متحركة. نعم. القبة الواحدة وزنها 80 طن ما شاء تفتح وتغلق خلال دقيقة واحدة عن طريق الحاسب الآلي. الصناعة الألمانية والداخلية عندنا كرارة رخام كرارة إيطالي. الأعمدة والبلاط الداخلي. البلاط الخارجي العاكس الحرارة مثل. نعم. الموجود بصحن المسجد الحرام نوعيته من جبال في اليونان يسمى تاسيوس. كل ما زاد عليه الشمس حرارة زاد برودة أكثر. اللهم لك الحمد. فهذه اشتريت جبال في اليونان في عهد الملك خالد الحاضر من هذاك الآن من هذا إلى عهد الملك خالد إلى اليوم
لكن من فضل الله وكرم ومنته على هذه البنات أن وجدت نفس نوعية الرخام اللي هو التاسيوس ونجران. سبحان الله. نعم. نفس النوعية. نفس النوعية. ونفس الجودة. نفس الجودة. لكن أيضا عندنا بالنسبة للشمسيات الداخلية. نعم. شمسيات هذه الداخلية. نعم. الخارجية 500 متر. الصناعة الألمانية والتقنية الألمانية وهي مصنوعة من نسيج يسمى التفلون ضد الحريق وضد الرخام. طبعا. هذه سقيفة بني ساعدة التي تم فيها بيعة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجهة الشمالية الغربية لساحات المسجد النبوي. لا إله. المسافة هذه بين الفندق فندق أبو روي والحرم. إيه. سبحان الله. كلها هدمت هدموا البنايات الأولية. استوى المواقف. دورين. سبحان الله. فموجود تحت الأرض أربع أدوار. لا إله إلا الله. ثلاث أدوار دورات مياه، دورين مواقف سيارات. ما شاء الله. أكثر من 5000 موقف سيارة. الدورات المياه أكرمكم الله أكثر من 5000 دورة مياه. سبحانك يا رب. يتم تغسيلها ثلاث مرات يوميا. دورات المياه ثلاث مرات يوميا. يوميا. يوميا ثلاث. كامل. كامل المسجد يتم تنظيفه ثلاث مرات يوميا. اللهم لك الحمد. نعم. اللي عندنا بالنسبة للسقية، لاحظ هنا السقية تحت الأرض 400 طن ماء زمزم. ما شاء الله. وبالجهة الغربية 400 طن ماء زمزم. ما شاء. كيف يوصل ماء زمزم؟ عن طريق الوايتات. شو يعني الوايتات؟ 20 طن من مكة. ما شاء الله. موسم الحج رمضان 250 طن تأتي من مكة يوميا. يوميا كل بتناكر. كل بتناكر. ما حد فكر يحط بيبات في ضغط عالي. لا بد من ضغط قوي للماء فما فيه استطاعة قوي. فلا ما في استطاعة. أيوة. فطبعا يتم توزيع أكثر من 13000 ترمس ماء زمزم يوميا. 13 موجود سبيل ماء زمزم. نعم. بالجهة الشمالية الغربية لساحات المسجد النبوي. نعم. هذا يعمل صباح ومساء لأهالي المدينة وللزوار. اللهم لك الحمد. فايز موقع المعرض اللي احنا فيه ومواقيت الوقت اللي الناس تقدر تزوركم فيه. المعرض موقع امام الجهه القبليه للمسجد، ساحات المسجد بالجهه القبليه. المعرض يعمل معرض صباحا ومساء. من الصباح الى الظهر ومن العصر الى العشاء. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. جزاك الله كل الخير. موجود عندنا بالقاعه الثانيه فيلم وثائقي. نعم. يتحدث عن تاريخ المسجد ولكن اكثر ما يتحدث عن توسعه الملك فهد رحمه الله المسجد. رحمه الله عليه. نعم. أبواب المسجد 100 باب، المناير 10 معادن. نعم. موجودة حاليا الآن. طبعا يتم فرش المسجد بأكثر من 10000 سجادة. طبعا عندنا مغسلة للسجاد على تقنية عالية جدا أمام مسجد القبلتين، وهذه تغسل وتنشف بأكثر من 150 سجادة يوميا. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا الموقع، هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معرض الحرمين الشريفين. مرة مقابلة ما بضلالة. كل الشكر والتقدير للأمير فيصل بن سلمان آل سعود حفظه الله ورعاه أمير مدينة المدينة المنورة على كل ما يقدمه لزوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر وهالخدمات الجليلة. جزاه الله كل الجزاء عنا وعن كل المسلمين. والشكر موصول إلى سعادة قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة عارف الطابور، بارك الله فيك، مشكور وما قصرت على كل اللي تقدم.